والله ليالي الشرقية دي طلعت من الأرشيف. تذكر هاللقطة أبو فهد كيف ما الظروف هذه ممكن نتعرض لها في البحر في الظروف الكشاف، من الضروري يكون واحد عنده عرف يعني بالاشياء هذه حتى يعالج الامور. اذا كنا بعيدين مثلا عن مكان مستوصف او مستشفى يحاول يعالج الامور ان شاء الله. واللي يقدم الفراج اللي على اليسار سهيل طبعا الصورة هذه كانت في حلقة من حلقات برنامج كشتات صحيح، وكانت في الشرقية ولا لا مالك لوة؟ هذه في فرسان، في فرسان هذه في فرسان، ولها سبحان الله حكاية. هذه أنا الشباب يعرفون أني أنا عندي إصابة أصلا في الكتف، ولما جينا نبي نركب القارب اعتذرت من الشباب قلت لهم ما أنا ما أبطلع لأني خايف. يعني الموج وهذا أنه قد يسبب لي إشكالية. ثم حمسوني الشباب وكذا، فقدر الله ما شاء فعل وانخلع كتفي فيها. أنت انخلع مع يمكن حركة لا انفك الكرسي اللي أنا كنت قاعد عليه ولقيت يدي بين الكرسيين فضرب خرج الكتف، لأن أصلا كان عندي مشكلة بالكتف من إصابة سابقة. وبعدين نقلوني جزاهم الله خير الشباب الله يمسيه بالخير أخونا هادي، نعم كان ويانا وأخذني هون مستشفى في فرسان، وقالوا لابد نسوي لك عملية. خربت التصوير علينا الله يهديكم. عملية تثبيت، لكن من المواقف الظريفة اللي ما زلت أذكرها، كنت بجي أدخل أسوي العملية التثبيت، فجات واحدة حالة ولادة يا الله عندها، فقالوا انتظر شوي خلها. كان معنا في الصورة حبيبنا أبو فهد، أبو فهد حمد العصيمي ما يحتاج العصيمي، كان يحاول خبير إن خبير في إصابات الملاعب جزاه الله خير، وكان يحاول إنه يرجع الكتف إلى مكانه، لكن كانت في إشكالية إنه أحد الأوتار التف على العظمة، فهذا اللي سبب إنه ما رضى سبحان الله يرجع، وتدخل إنه لازم يكون يعني سبحان الله. نحييهم كلهم اللي ظهروا في المقطع، ابو فهد محمد العصيمي اي والله اخونا حبيبنا ابو عبد العزيز عبد الرحمن الفراج اي والله مسي عليهم وليد بالخير. وليد بصالح كان ماخذ الدعوه تقديم لابس لي هذا وقاعد يقدم والله ما كنت ادري ايش يقول، انا في عالم اخر، لانه مع الموج مع حركه الموج انت تعرف اذا انفصل سبحان الله انفصلت عظمه الكتف ما يعني اي حركه فيها الم. انت من الناس اللي يجيك دوار البحر ابو لا 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 هادي لا لا عادي طيب كتفك كيف صحته؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا سويت عملية ربط سويت عملية ربط واللهم لك الحمد، يعني ما عانيت عقبها الى الان اللهم لك الحمد ما عانيت منها. طبعا عندنا رحلة بحرية بكرة تشاركنا ان شاء الله بالدعاء. لا بس ترى اطلع يعني انا اطلع الرحلات البحرية، بس اني اتوخى الحذر الحذر يعني قدر الإمكان. جميلة توخى هذه، توخى كثر لي من والله متعوب عليها يا أبو عمر. توخى والله بالعكس تدل على أنك حريص. أنا سؤالي حريص والسعي كم موسم شاركت في كشتات؟